العماد ميشيلون اعتبر أن هناك إرادة وتصميما من الفريق الآخر على إلغاء الانتخابات أو تأخيرها، وأن بعض نواب 14 من أذار ينتظرون الهدوء في سوريا لكي يذهبوا للانتخابات. عون أكد في حديث تلفزيوني أن البديل عن المشروع الأرثوذكسي هو لبنان، دائرة واحدة مع النسبية، مشددا على تمسكه بال64 نائبا وعلى رفضه القانون الأكثري وعلى استعداده لمناقشة أي عرض مقبول. عون تابع بالقول: إذا وصلت إلى مرحلة ووضعي يفرض علي أن أتسلم رئاسة الجمهورية فسأفعل، لافتا على صعيد آخر إلى أن الرئيس السوري لا يخسر المعركة، وأن الصراع في سوريا ينتهي بجعل النظام السوري يعتمد الديمقراطية.